في أحد مخال منافسينا. لا لا لا، كفاية 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 يا جماعة، انتوا ايه بس اللي مش فاهمين؟ احنا عندنا اكبر مطبخ مركزي في مصر، مساحة 4500 متر مربع، في سكاشن مجهزة للحوم والخبازة والحلويات والسمك، وعندنا كمان وجبات جاهزة، عندنا شيفس متخصصين على رأسهم شيف فرنساوي متخصص في الوجبات الدولية، احسن مكان في العالم. ما تنساش كمان ان احنا عندنا فطير رائع. احنا ما بنستعملش غير افضل مكونات. احنا منتجاتنا معظمها مستوردة، الشوكليت من فرنسا والايس كريم من ايطاليا. احنا عندنا اكتر من 300 عامل علشان نضمن ان كل خطوة في خط الانتاج ماشية صح. عشان كده حاجتنا احسن من حاجتكم. مطابخ مترو المركزية من اسرار جودتنا.